ما الذي تتوقعه في موعد التطعيم COVID-19؟ تذكر، يسمح لك بالتنقل من وإلى موعد التطعيم الخاص بك. عند وصولك في موعد التطعيم COVID-19، يجب الحفاظ على مسافة مترين بين الآخرين. حاول الوصول قريباً من موعدك والقدوم بمفردك، إلا إذا كنت بحاجة إلى مقدم الرعاية أو أحد من أسرتك. يجب عليك ارتداء كمامة أو غطاء للوجه داخل المبنى، وخلال موعدك يرجى استخدام معقم اليدين المتوفر من أجلك. عند وصولك سيسألك أحد الموظفين إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة، ويطرح عليك بعض الأسئلة قبل موعد التطعيم. إذا كان لديك خطاب موعد، يرجى إحضاره معك وتقديمه إذا لزم الأمر. سيتم مرافقتك بأمان إلى المبنى، وسيشرح لك أحد الموظفين مكان إجراء التطعيم. خلال موعدك، تدابير صارمة للرقابة والوقاية من العدوى. سيرتدي الموظفون كمامات للوجه وتعقيم اليدين بين كل مواعيد المرضى. عندما تقابل الشخص الذي سيعطيك الحقنة، سيشرح لك مراحل التطعيم وسيسألك أسئلة اعتيادية. يرجى ارتداء ملابس عملية حتى يسهل الوصول إلى الجزء العلوي من ذراعك. بمجرد إعطائك اللقاح، سيقوم الموظف بإعطائك نسخة من نشرة ماذا تتوقع بعد التطعيم لقراءتها وأخذها معك إلى المنزل. قد يطلب منك الانتظار لفترة قصيرة قبل أن تتمكن من المغادرة. بعد التطعيم، من المهم جداً أن تستمر في اتباع أحدث النصائح للحكومة الإسكتلندية واتباع فاكتس. تذكر، لقاح COVID-19 يؤخذ على جرعتين، ومن المهم أن تحضر كلا الموعدين. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.nhsinform.scot/COVID-19 vaccine.